وللحديث عن اتفاق تمديد الهدنة في اليمن مع ميليشيا الحوثي وإمكانية نجاحه، معنا من أمستردام أستاذ الاجتماع السياسي الدكتور عبد الباقي شمسان. السلام عليكم دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، هل تتوفر اليوم المقومات لنجاح اتفاق تمديد الهدنة مع اليمن أو في اليمن مع ميليشيا الحوثي من 6 أشهر إلى سنة؟ ما الذي يميز هذا الاتفاق الذي يمكن أن ينجح؟ أنا أعتقد أن أي اتفاق لهدنة طويلة نحن ننتقل بالنموذج اليمني إلى نموذج مشوه للنموذج العراقي أكثر سوءا، بمعنى أننا عززنا وجود الميليشيات العقائدية و يعني وبهذا الفعل تآكلت الدولة برمتها وأصبحنا أمام تعدد للهويات العقائدية وكذلك المناطقية. بالتالي عندما نوجد هدنة بعد هدنة، هذا ماذا يعني؟ يعني كل طرف من أطراف النزاع بولاءاته الإقليمية أصبح أمرا واقعا. هل اليمن سيذهب للسلام؟ بالعكس، الغرب كان يذهب نحو الحفاظ على كل طرف بقوته ووجوده. هذا يعني أنه سيعيد رسم الجغرافيا السياسية والاجتماعية والعقائدية اليمنية وفقا لنموذج أكثر سوءا من النموذج العراقي الذي أصبح الآن يعني رغم وجود الدولة إلا أنه غير مستقر وهناك هيمنة جماعة. إذا لأن الموضوع السعودية تضغط باتجاه يعني إيجاد حل، الحوثيين يدركوا تماما أن الاتفاقيات مع السعودية هي فقط بين هم يعتبروا ذاتهم أنهم هم الدولة واليمن، هم الحوثيين هكذا يعتقدون، وبالتالي سيتم التوقيع مع السعودية، ولكن على المستوى الداخلي الحوثيين سيستمرون في المشروع وإيران ستوافق باعتبار أن هذه ورقة لا يمكن التفريط بها، لأن هنالك مشروع صيني وهناك مشروع الحزام والطريق، وهناك الصين السعودية تسعى للانخراط في هذا المشروع. هذا يتطلب خفض التصعيد، إيجاد نقاط مشتركة مع إيران. هذا عنصر آخر بعيد المدى، لكن على المستوى الإقليمي هناك صراع زال طيب دكتور، أهم إذا على أوراق أي إيران في أساسين المنطقة عقد مثل هذا الإرهاب. الحوار؟ على أي أساسين عقد مثل هذا الحوار بعد الهدنة المتوقعة؟ هل تتوفر النيات أو لنقل الآليات لإنجاح مثل هذا الحوار بعد التجارب السابقة التي شهدت فشل في الهدنة حتى من جانب الحوثي، يعني لم يلتزم بأي هدنة؟ الحوثي لديه مشروع لن يلتزم، لأن شوف عندما تعتقد جماعة أنها لديها تفويض إلهي بالحكم نعم وأنها الأحق بالحكم وأنها ارتكبت كل هذه الجرائم وكل هذا التدمير لمكتسبات الشعب اليمني، وما زال المجتمع الدولي يدللها ويفاوضها ويمنحها البقاء والاستمرارية. نعم هذا وهذا لا يعني هذا يشجع الحوثيين على الاستمرار. بالتالي سيتم الآن تحقيق جملة من المكاسب، منها فتح الموانئ البرية والجوية، سيتم الاستفادة من الدعم والمساعدات، سيتم تجديد الاعتراف بالحوثيين كطرف من أطراف النزاع وطرف مهم، وثم هم سيستمرون بعد ذلك وسيحافظون على بقائهم في الجغرافيا وسيعدون ترتيب أوضاعهم، ويرتبط الموقف الحوثي بالموقف الإيراني وبما يحدث من حوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبين السعودية وإيران. ومن هنا هل يعقل، هل يعني بالفهم السياسي أو الحسابي للعملية السياسية أهم أوراق إيران التي جعلت السعودية تتفاوض معها ليس فقط الحزام والطريق، نعم. إيران هنا نفهم موجودة دكتور في أن لبنان الغرب، في العراق. نعم دكتور، نفهم هنا أن الغرب هو ليس ضد الحوثيين، بل يريد أن تمتد أذرع إيران وتطبق الخناق على مناطق جنوب السعودية. ما الغرض؟ ما الهدف؟ الهدف هو ما كان يطرح في ما يسمى الشرق الأوسط الجديد والنموذج العراقي تعميمه، بمعنى أن تحولت العراق من دولة على الأقل بغض النظر عن كانت هناك دولة
هناك هوية اسمها العراق، الآن لدينا هوية كردية، هوية شيعية، هوية سنية، أكراد، مسيحيين، ولا توجد دولة معبرة. النموذج الذي ينبغي تعميمه هو أن يصبح النموذج اليمني شمال، جنوب، سنة، شيعة، وجماعة جمهورية، جماعة ملكية، جماعة، وهكذا. هذا إيش يعني لبنان الآن؟ ما الذي يحدث؟ الدولة عطلت وتتلاشى وتتآكل. سوريا الآن بهذا العودة إلى النظام السوري، هذا لا. يعني أنهم يدمرون سوريا، والحفاظ على النظام يعني فقط من أجل تمام. عدم تأثير ذلك على السياسة. طيب دكتور سريعا عفوا لنمر هذا على هذا الموضوع، إلى أي مدى يمكن أن يكون إعلان الأمم المتحدة بالنسبة لحل أزمة الناقلة صافر بادرة إيجابية باتجاه وجود اتفاق دولي وأممي ما للحل في اليمن؟ هل تتوقع أن الحوثيين استفادوا؟ يعني الناقلة صافر مدخل من مدخلات الابتزاز الحوثي، وبالتالي هم ابتزوا المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لو أراد أن يفرض شروطه كان من فترة طويلة لديه لجنة العقوبات، لديه القرارات الدولية، اليمن تحت الفصل السابع يستطيع يعني استخدام مجلس الأمن القوة. وأحب أن أعطيك إشارة مهمة، من الذي منح الحوثيين بعد الانقلاب؟ دولة المهيمنة على الأمم المتحدة. عفوا دكتور، لم تكن الإجابة واضحة. من الذي أعطى الحوثيين ماذا؟ حتى أثبت لك أن هناك أن المجتمع الدول المهيمنة على القرار الدولي نعم. تريد الحفاظ على الحوثيين. بعد الانقلاب مباشرة كان هناك ضغط دولي لبقاء البنك المركزي في صنعاء، بحيث أن كل موارد الدولة إلى صنعاء ويتم توزيع المرتبات من صنعاء. هذا ولهذا الحوثيين كانوا يعني بعبارة أخرى هم الدولة التي تأخذ الواردات ثم تسلم المرتبات، وبالتالي قاموا بنهب البنك المركزي ومارسوا السلطة أن أنت تمنح هذه الجماعة عناصر القوة. وبالتالي هم نهبوا من البنك المركزي 4 مليار، أسسوا شركاتهم، اشتروا عقارات في صنعاء، خلقوا طبقة اقتصادية. بالتالي نعم. أنت منحت هذه الجماعة نعم. تأسيس شركات للتمويل الذاتي في المستقبل، والآن يتم الحفاظ عليهم، بينما لدينا كتلة من القرارات الدولية تستطيع أن تفرض على الحوثيين شروط المجتمع الدولي، لكن هناك توجه الحفاظ عليهم. نشكركم ونعتذر لضيق الوقت. من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الباقي شمسان، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.